ويحكم، كنت أظن أننا متمغنطون، زج بنا من بغداد المأمون إلى عصركم هذا، ولكنني اكتشفت أنكم مغيبون، مقولبون، مؤدلجون، مبرمجون، متمغنطون أكثر مني ومن جحا وأشعب. لذا قررت أن أستل ناقري وناقوري وأكتب قصتي هذه لك أنت، علها تعينك على الاعتراف بأنك لست سوى متمغنط آخر. أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني، والملقب بالجاحظ. وما الحياة إلا رقصة عمياء بين الحب والموت.